شوف انا طالب قداري عبد اللطيف بميض، قريت في الزاويه تاع المنديف. الحمد لله درست القران، درسنا الفقه، درسنا الحمد لله كل الامور كانت موفره لنا ووفرها لنا الشيخ كثر خيره، وهو كان ابوانا وقدوه تاعنا باش قرينا عنده وتربينا علم اخلاق وكل. حنا نتمنوه ربي يفتح عليه، وهذا شيخنا ما نجموش نوفو واش لبالي. احنا نطلبوا ربي يطول في عمره وان شاء الله يكون لنا قدوه، ان شاء الله راح هو فخر لنا، وحنا نتمنوا له كل الخير لجميع العباد والبلاد ان شاء الله. وحنا الحمد لله رانا اطاره ثانيه الحمد لله في الدوله، كبرنا ورعانا، ونتمنوا ان شاء الله ربي يطول في عمره وكثر من ذلك ان شاء الله. والسلام عليكم. دارينا والحمد لله وصلنا به بفضل الله وكبرنا ورعانا بوليداته. حنا نتمنوا نوقفوا معاه، عمرو حنا هذا زوجتنا وكل شيء، هذا حنا نوقفوا معاه لا مادي ومعنويا حسيا. حنا هذا انا الشيخ ما نجمش نشوفه، كبرت عنده وقريت عنده من كنا صغار، وما لقيناش حنا لقينا هذا بوانا، والدار ما هذه زاويتنا وهذه بوانا وهذه الدار تاعنا هي فضلا. رانا وصلنا هذا الموصل والحمد لله، كملنا القران عنده وختمنا عنده، ورانا دوك ثاني راني خدام ثاني دوك راني خدام في قطاع اخر، راني ما فتش في زامكو فضلا، وراني فضلا الحمد لله وصلنا وحنا ندعو له ربي يوفقه. وانا هذا الشيخ من نجمش نتكلم قدامه.